كان الأشغال هذه على مستوى حي العقيد يعني اللي انطلقنا فيها منذ مدة، واللي قلنا تدخل في إعادة تهيئة هذا الحي هذا اللي يعرف حركية وديناميكية كبيرة خاصة يعني في فصل الصيف. ويعني نظن باللي بالشركة اللي كلفناها بالإنجاز اليوم نسبة تقدم الأشغال يعني فاقت 65%، وفيه التزام من طرف الشركة يعني بالانتهاء مع نهاية هذا الشهر نتاع جوان هذا. ولكن يعني نقول باللي باش يعني المحاور الأساسية نتاع حي العقيد الأشغال تكاد تنتهي بها وسيتم استلامها يعني خلال الأسبوع القادم إن شاء الله. تبقى الأشغال جارية على مستوى العديد من المناطق في الولاية نتاع وهران، سواء من ناحية تحضير الشواطئ لاستقبال المصطافين في فصل يعني في فصل الصيف، أو كذلك الأشغال نتاع التهيئة سواء نتاع المساحات الخضراء أو التهيئة نتاع كذلك الشوارع الأساسية. فالعملية يعني في طور الإنجاز إن شاء الله، ونحن درنا برنامج باش ننتهي إن شاء الله من كل الإشغال مع بداية موسم الإصطياف إن شاء الله، أو بعد مباشرة بعد انتهاء من امتحانات نهاية السنة.